السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ سؤالين. هاتي. السؤال الأول، لو في واحدة أرملة وعندها قطعة أرض وعندها مشروع صغير كده بتصرف منه، لكن دخلها مش مكفيه، يجوز عليها الزكاة؟ يعني عندها قطعة أرض وليس ودخلها لا يكفيها، يتجوز عليها الزكاة. قد قال الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم لسفينة. إذا كان الشخص مثلا عنده فدانين من الأرض ودخلهما لا يكفيه، لا يؤمر ببيعهما والمعيشة، إنما يعطى من الزكوات. وكذلك إذا كان ثم شخص عنده على سبيل المثال سيارة من التي يطلقون عليها الميكروباص ودخلها لا يكفيه، يعد مسكينا ويأخذ من الزكوات. بارك الله فيك. السؤال الثاني برضو، ورجل عنده شقة الإيجار وقطعة أرض برضو، بس دخله ساعات بيكفيه، يعني شهر ممكن يكفيه وشهر الثاني مش بيكفيه أوي، دي يجوز عليه الزكاة ولا لا؟ تجوز. طيب شكرا. بقدر يعني. بارك الله فيك يا بشير الكبسي.